ترى مشتريات شهر واحد. حقيقة هي مش مشتريات شهر واحد، هي مشتريات شهر 12، ولكن انا معرفتش اصورها الا في شهر واحد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. تعالوا اوريكم الخيوط دي وهقولكوا على البعض منها هعملوا ايه والبعض التاني هخليه لكم مفاجأة. فيلا بينا نبدأ. جبت كل الكمية دي ليه؟ وطبعا بما ان الاسعار مش رخيصة فاكيد في بعض منكم حاسس انه المسألة دي اوفر قوي. طبعا خيوط دي خيوط استوكات، وفعليا سعر البقرة الايام دي حوالي 21 جنيه، ففرصة رهيبة. خيوط زي كده مثلا بالكيلو فتحفة قوي، وفعليا في بعض الحاجات هتكون مزعجة جدا زي الخيط ده لانه رفيع جدا، زي ما انتم شايفين الفتلة بتاعته قد ايه رفيعة، ولكن هقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه الخيط ده، والخيط ده جايباه عشان اعمل بيه بروجكت رجالي، هو اسمه هيمالايا اسطنبول، وده 100% اكريليك. طبعا هو 230 متر، وانتم عارفين ان الخيط من اول 200 متر بيوفر جدا. كمان مستو حلوه قوي انه في تشقيره، والخيط تخين زي ما انتم شايفين، فالبقره مميزه قوي طبعا ضخمه. وجبت منه 10 بقرات لان طبعا بروجكت رجالي ومن فوق الاكس لارج، ف شايفين الفتلة مش كحلي صرف، الفتلة فيها تشقيرة زي بيقولوا عليها ايه، التشقيرة اللي هي شبه رقبة الحمامة او اليمامة، مش عارفة. طبعا هيطلع قطعة مشقرة قوي وشكلها حلو قوي قوي قوي، متحمسة لها جدا، وهنعملها مع بعض كروشيه تونسي، وغالبا هتكون تدريب، بس مش متأكدة لسه هتكون تدريب ولا لا. في الحالتين الماتريال حلو وناعم، والبقرة نفسها ضخمة جدا، وده شكل الخيط، هسيب لكم صوره. جبت منها 10 قطع. كمان خيط S.OC ريو اسمه، جبته علشان اعمل سكارف رجالي، والسكارف هيتعمل تريكو للمودلز بتاعنا بقى اللي موجود. ده 100% اكريليك، والخيط منشأ تركي ولكن هو معبأ في مصر، ولذلك هو سعره شوية رخيص. زي ما قلت لكم البكرة بتبدأ من 21، والكيلو تقريبا من 170 في البكرة ده، تقريبا 170 او 190 مش متذكرة. برضو البكرة 230 متر، واللون تحفة. اللون ده كنت بدور عليه بقالي سنين فعليا، ولكن لقيته بس لكوفية مش مشكلة. كنت عايزاه اعمل بيه كارديجان حريمي، وكان يعني في دماغي كده موديل معين. طبعا لو توفرت فلوس هجيب تاني، مش هقول لكم لا. زي ما انتم شايفين الفتل دي مش بتبقى واخده حرق، فبيبقى ليها هيشان كده زي هيشان المهير، ودي بتكون ميزه حلوه قوي في الحاجات اللي احنا عايزينها تدفي لشهر واحد بقى، والضخامه والحاجات اللي هي بتكون فيها صوف كده، وعايزين ناخد احساس الشتاء الكامل يعني. فاللون حلو قوي 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 بصراحه، عجبني جدا ومميز. منه 5 بكرات لمشروع الكوفيه. وجبت دي خيط اسمه لندن، وهو في الحقيقه استوكات، وهتشوفوا البكره هتلاقوها مشعره، وياي ده بيشوك وشكله مش قد كده. طبعا انا عملت منه كوفيه كانت من احلى الكوفيات اللي اشتغلتها، كانت اشتغلتها بغرزه حشو، وغالبا دي برضه هشتغلها كوفيه بغرزه الحشو، وهوريكم النتيجه ان شاء الله على الشانل. تحفه قوي وناعم جدا، يعني هو يدي ايحاء ان هو مشعر فبيشوك، هو ناعم جدا. عيبه الوحيد هو انه استوكات. وليه عيب؟ لانه البكره الخيط بتاعها بيجي مزجزج زي ما انتم شايفين كده، ده ممكن البعض منكم يحس بعدم الراحه وهو شغال فيه. عملت من البكره دي 650 سلسله، لان انا عايزاها كوفيه 3 متر، وهنشتغلها بطول ال 3 متر كامل. فاشتغلت ال 3 متر طبعا، وهبتدي بقى ان انا ايه اعمق في الخمس بكرات، هو هيكون العرض. فانا اشتغلتها على الطول عشان في الاخر تديني العرض اللي انا عاوزاه، ودي بتدي تقليمه حلوه قوي في الكوفيات الرجالي، وشكل الكوفيه هيطلع هارد قوي، مع العلم ان هو ملمسها هيكون ناعم قوي، هتديني شكل الفاشن والخشونه المطلوبه في الستايلات الرجالي، وفي الوقت نفسه هي ناعمه جدا. معنى ذلك ان البكر ده ما بيجيش حريمي، لا بيتعمل منه بلوفرات حريمي، وانا عندي كمان حاجات جاهزه منه حريمي. فعليا تحفه، هو 250 متر فالبكره ضخمه اكتر، وهيدفي طبعا، بيصلح لابر رقم 4 و5 و4 و6 لو تريكو. انا هشتغل كروشيه وكروشيه عادي كمان، فتحفه بصراحه، والبكر كده سمينه زي ما بيقولوها، فحلو قوي. برضو جبت منه 5 بكرات. والليفل الوحش، جبت من ده وده حاجه اسمها فوليا تقريبا او فوله، مش عارفه اسمها ايه، يعني مش حريفه قوي في الانجليش، ولكن اهو اسم الخيط.
وجبت منه اللونين دول، لون بيزك قوي ولون اوفر قوي، ودول هعمل بيهم قطعة حريمي هتكون احتمال تكون مضلعة. انتوا عارفين انا بغير رأيي، فما تاخدوش مني الكلام يعني على اساس ان هو الا في الخيوط اللي انا وريتها لكم من قبل، لكن بالنسبة للحريمي انتوا عارفين ان انا ممكن اجيبها عشان بلوفر واعمل شراب، فمتركزوش قوي في الحريمي معايا. بصوا 100 جرام، وطبعا صنع في مصر. الخيط يوحي ان هو ناعم جدا، ولكن هو مش ناعم، هو ليه ملمس شوية خشن. طبعا هو تبع تركيا برضو، 100 جرام البقرة، ولكن مش مكتوب عليها اي عدد للامتار. احفظوا شكل الليبل كده، اخدوا له سكرين شوت عشان لو حبيتوا تشتروه. هلو، وده اسمه. اوكي، برضو جبت منه 5، وده بفكر اكتر منه اكتر من ده. تمام، طبعا مفيش اي ارقام ولا اي حاجة غير 100% اكريليك وكلام كده يعني ما يسرش حد. 100% اكريليك وبس، مفيش عدد امتار للخيط، مفيش اي حاجة يعني. احفظوا بس شكل الالوان وخدوا لها سكرين شوت وهتلاقوها ان شاء الله. طبعا ده جبت منه 5 وده جبت منه 5، على اساس انه هيتعمل بلوفر او كارديجان ضخم وواسع اوفر سايز. انتوا عارفين بحب الاوفر سايز قوي. والخده، الخده جبته ده حلو قوي قوي قوي. الناس اللي كانت بتسال عايزه تعمل شنط هاند ميد، وقلت لكم طبعا التريكات اللي بتحصل في الشنط لو الخيط تخين وهارد وكده. الخده حلو جدا 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 لعمال الشنط، وفعليا تحفه، فتلته رفيعه، وطبعا هيديني مرونه الصوف، وهو مش صوف، هو سلسله، خيط سلسله ولكن رفيع قوي قوي قوي، فعليا حلو. حتى لو دمجتيه على فتلتين هيديك النتيجه اللي انت عايزاها والمرونه الجميله اللي احنا عايزينها علشان نشتغل بيها تونسي. هتعملي احلى غرز وفي الوقت نفسه بخيوط سلسله، ودي ميزه رهيبه. جبت منه البقره دي واللون ده، تمام، وكمان اللون ده. طبعا الاسود جبته طمع، هعمله بعدين، تمام، في حاجه تانية هقول لكم عليها في وقتها ان شاء الله. وجبت دول، جبت دول بقى علشان عندنا باترون تابستري اللي انتوا شايفينه حاليا ده، هنعمله للأمراية علشان عايز تشتغل بيه بلوفر. هنعمل بيها باترون التابستري عادي، ولكن هيكون لشنطة. زي ما انتوا شايفين دي كانت اخر حاجة في 2022، ولكن ما قدرتش اصورها لكم الا لشهر واحد. الحاجات دي كانت رخيصة مقبولة جدا، فلو عاوزة تعملي بروجكتات روحي على الخيوط الاستوكات. الخيوط الاستوكات مش سيئة ابدا. اخواتنا في العالم العربي لما تحبوا تشتروا، اشتروا الفتلة اللي تلاقوها بالمنظر ده، شكلها كويس يعني. لو مش عايزاها هيشة فهاتيها مبرومة بالمنظر ده، او اشتري الخيوط رفيعة. انا بتبع منظر الخيط مع الملمس يعني، ما بيهمنيش ابدا مكتوب على الليبل ايه، الا بصراحة خيوط كرطبة. خيوط كرطبة شوية بتمط، حلو قوي للتريكو، لكن للكروشيه التونسي والكروشيه العادي شوية سيئة. فتلة زي دي مثلا هتقول ان هي رفيعة جدا، ولكن ادمجيها على 2 أو 4 واشتغلي بيها، هي رخيصة وكويسة، فليه لا. او الخيوط دي حلوة جدا لعمايل الشنط، الحاجات اللي هي بتكون مفروض ان هي تبان هارد بالنسبة للشنط وشغلها متعب جدا في التونسي. هاتي الخيوط دي واشتغلي بإبرة التونسي براحتك، وبدعي احلى شنط واحلى غرز مع شنط التونسي، وهتكون بسيطة وسهلة، وكمان اسعارها رخيصة. سعر البكرة حوالي 25 جنيه، فمقبول جدا بالنسبة لغلى الاسعار الموجود دلوقتي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومشتريات جديدة. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.